رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث وجه مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي خالص الشكر للكوادر والطواقم الطبية والتمريضية التي تقف بشجاعة في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة الكورونا، مشيدا المجلس بجهودهم المخلصة وتضحياتهم المقدرة فلهم كل الثناء والتقدير، مستذكرا المجلس بالعرفان الدور الإنساني النبيل الذي يطلع به كادر التمريض، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العام 2020 سنة دولية لهذا الكادر. وفي سياق ذي صلة، فقد أكد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام أن الحكومة قد هيئت السبل ووفرت الإمكانات لتنمية رياضة وشبابية في مملكة البحرين، جعلت هذا القطاع الحيوي يسير في نسق تصاعدي مع قطاعات التنمية الأخرى في الدولة، إيمانا منها بالأهداف النبيلة للرياضة وبدورها في الاندماج الاجتماعي محليا وإقليميا ودوليا. إلى ذلك، فقد أعرب مجلس الوزراء عن تأييد مملكة البحرين لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع لدول أوبك لأهميته في تحقيق التوازن المنشود لأسواق النفط ووقف تراجع الأسعار وتأكيد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عن بعد بتقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي: نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي. أولا، أشاد مجلس الوزراء خلال استعراضه لمذكرة اللجنة التنسيقية بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والداعمة لدور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد، ومن بينها قرار سموه رقم 5 لسنة 2020 بشأن الإعفاء من بعض الرسوم لدى هيئة تنظيم سوق العمل، والهادف إلى إعفاء أصحاب العمل من سداد الرسوم المستحقة للهيئة لمدة 3 أشهر لجميع أنواع تصاريح العمل والتي تصدر لمدة سنة واحدة فقط، مع مراعاة أنه في انتقال العامل لصاحب عمل آخر أثناء فترة سريان تصريح العمل يتحمل صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الأول عن الرسم المسدد مقدما عن المدة المتبقية من التصريح، حيث شمل قرار الإعفاء لمدة 3 أشهر كل من الرسوم الشهرية ورسم مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية والرسم الاختياري لتجاوز نسبة البحر إلى جانب رسوم الإصدار والتجديد. ثانيا، قرر مجلس الوزراء خفض أجور المناولة للمواد السائبة كالسكر والكنكري والجبس والحديد والحديد الإسفنجي بنسبة 20% من الأجور الحالية، وذلك استجابة لمتغيرات السوق وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ووافق المجلس على مشروع قرار بتعديل القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن أجور الموالئ والملاحة البحرية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. رابعا، وافق مجلس الوزراء على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي والهادف إلى دعم التعاون الفضائي العربي في الأنشطة الفضائية بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات وبناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحق بقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحيث تضاف مواد جديدة إلى المجموعة الثانية وهي مجموعة المؤثرات العقلية، والمجموعة الثالثة وهي مجموعة السلائف، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
سادساً، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع اتفاقية مقر بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والتي عرضها سعادة وزير الخارجية. سابعاً، أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن العام الدولي للتمريض والقبالة 2020 وما تضمنته من عرض مفصل وتوصيات بشأن القوى العاملة في التمريض وبالجهود المبذولة بكافة المجالات خدمة للقطاع الصحي. ثامنا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب للإسراع في بناء مركز صحي لمنطقة البديع. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على ردي الحكومة على اقتراحين برغبة، الأول بشأن مرضى السكلر والثاني بشأن حالات الولادة في المنطقة الغربية في المحافظة الشمالية.